السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ نرجع تاني للفلوجات اللي بنعملها، والنهاردة فلوج جديد جدا. انا هاخدكو واروح على سبيل ام عباس. مين فيكو يعرف سبيل ام عباس؟ انا النهاردة بقى هوريكو سبيل ام عباس، ويعني ايه سبيل ام عباس اصلا وموجود فين. يلا بينا نروح سبيل ام عباس، وهو اسمه غريب بس ليه حكاية جميلة جدا لازم كلنا نعرفها. يلا بينا نروح على سبيل ام عباس. سبيل ام عباس موجود في القاهرة القديمة جنب مسجد احمد بن طولون، وقريب من القلعة في منطقة الخليفة. طبعا السبيل من اجمل الاسبله اللي موجوده في مصر، اتبنى على طراز فريد اوروبي، اتعمل بفن اسمه فن الركوكو. فن الركوكو ده كان مشهور في اوروبا جدا في الوقت ده، بشكله وبجماله وبزخرفته، وحتى الكتابات اللي موجوده عليه كتابات تركيه وكتابات عربيه. مش عايز احرق لكم المفاجاه بتاعه السبيل الا لما تشوفوها. يلا الورايا ده هو سبيل ام عباس، وكان في مثل زمان بيقول المصريين هو انت فاكره سبيل ام عباس. هو المثل ده انطبق على السبيل اللي اتعمل ورايا ده. الخديوي عباس حلمي حكم مصر من سنه 1848 حتى 1854. تاريخ انشاء السبيل ده كان 1284 هجريا 1867 ميلاديا. السبيل اللي اتعمل ورايا ده عملته بنبا قادم. بنبا قادم دي ام الخديوي عباس. الخديوي عباس كان مكروه جدا من المصريين، وهو كمان كان بيكره المصريين ومصر. وبعد ما مات فكرت ان هي تعمل له سبيل عشان الناس تترحم عليه، وعملت السبيل ده بعد 10 سنين من وفاته. السبيل زي ما انتم شايفين رائع جدا. طبعا هي خافت تطلق على السبيل اسم الخديوي عباس لان الناس ما كانش بيحبوه قوي، فاطلقت عليه سبيل ام عباس. وبنبا قادم ام الخديوي عباس كانت زوجة الامير احمد باشا توسن. سبيل ام عباس في شارع السيوفيه على شارع الصليبه. الشوارع دي من اقدم الشوارع اللي موجوده في القاهره، يطلعك منه على القلعه ويطلعك منه على جامع احمد بن طولون. المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي مكان اثري جدا ومكان رائع جدا. القاهره زمان كانت بتعرف بمدينه الالف مأذنه. السبيل زي ما انتم شايفينه فيها زخارف رائعه. الزخارف اللي موجوده على الرخام معموله باتقان شديد جدا، وصعب ان انت تلاقي زيها كتير. السبيل كان بيتعمل زمان، وكان بيتعمل جنبه مكان لتحفيظ القران وتحفيظ العلوم الشرعيه زي اللي موجود ورايا ده. المكان اللي موجود ورايا ده ملحق بالسبيل، وكان بيتحفظ فيه القران، وكان معمول وقف كده للسبيل. يعني كمان السبيل ده كان بيخدم اهالي المنطقه اللي كانوا موجودين هنا، اللي ما كانوش بيقدروا على مصاريف السقه، واللي هم بيشتروا المياه كانوا بيجي ياخدوا المياه بتاعتهم من سبيل ام عباس. حاج اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. هتعرف بحضرتك؟ انا اسمي حسين رياض محمد. حاج من سكان منطقه الخليفه. بقالك قد ايه بقى في منطقه الخليفه؟ بقى لي 40 سنه. ما شاء الله. طب انا بتكلم على سبيل ام عباس زي ما انت شفتني كده، بس انا طبعا معلومات انت اهل المنطقه، فانت تقول لي اكتر عن المنطقه هنا والاثار اللي موجوده فيها، الاثار الاسلاميه. المعلومات اللي احنا نعرفها عن المنطقه دي محدش علمها لنا. احنا كنا بنستفادها من ناس زي حضرتك كده يجوا وبيشرحوا للسياح والسياح. وما احنا قاعدين نسمع منهم. طب قول لي احنا مثلا واحنا جايين من شارع ده اسمه شارع الصليبه اللي موجود ده الصليبه. واحنا جايين من قدام بقى كده، ايه الاثار اللي بتقابلنا؟ جاي من فوق من السلطان حسن، من جامع السلطان حسن والقلعه. جاي نازل كده على طول هتقابل جامع شاهون
تمام. الجامع على وانت نازل هيبقى الجامع على اليمين والتكيه بتاعته على الشمال. تمام. التكيه دي كانت فيها فوق اوض حوالي 50 60 اوضه. الناس الطلبه اللي كانوا مغتربين. ما انا بقول لك خش فيها عشان تشوف الاوض دي. تمام. الناس اللي كانوا اللي بياكلوا اللي بيشربوا وبتاع. ده اسمه مسجد شيخون. مسجد شيخون. ده كان الوزير بتاع السلطان حسن. وزير السلطان حسن. حلو جدا. واحنا نازلين بقى كده وانت نازل هتلاقي سبيل ام عباس. سبيل ام عباس اللي انا حكيت قصته اللي انت قلت حكايته الجميله دي. ربنا يبارك لك. حقيقة. ربنا يخليك. انا ما كنتش عارف التاريخ على فكره. انا مستني كنت اسالك لو ما قلتش التاريخ وانت قاعد كنت اقول لك. حبيبي ربنا يبارك لك. في ناس كثيره بتيجي بتسال في الاخر تقول لك طب ما اعرفش سنه كام. بالظبط. فاحنا برضو ما عندناش فده اللي عملته ام عباس اللي هي بنبا قادن. بنبا قادش. اللي هي بنبا قادش. اللي هي زوجة عباس حلمي الاول. عباس حلمي الاول. اللي محمد علي. اللي احمد باشا توسن. أيوة. زوجة احمد باشا توسن. وابنها عباس حلمي الاول. عباس حلمي الاول. تمام. وعامله مدرسه اللي هي مدرسه باسمها. اللي جنبنا دي. لسه مدرسه بنبا قادن دي بتاعتها هي برضو. بتعلم وتاكل وتشرب. ما شاء الله. وبعدين تنزل لتحت تلاقي جامع طعم الميتالون. احمد ده اعظم تابع اعظم حاجه في المنطقه. حاجه كده حلوه جميله. حاجه المأذنه بتاعته مشهوره جدا. حاجه لا ما دخلتش انت جوه كمان. لسه بقى نخش جوه نعرف الناس دي ان جوه شاء الله. حاجه رهيبه. حاجه من الاخر يعني. بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه احنا المفروض ننزل حضرتك كده بامانه يعني ربنا يكرمك تخلي الناس تفتخر بالحاجات دي ان شاء الله. ان احنا عندنا بيقول في معلومه بيقولوها على مسجد احمد بن طولون ده بيقول لك المسجد الذي لا يغرق والذي لا يحرق. طبعا لا الاثنين كانوا بنى المسجد ده لا بيتحرق ولا بيغرق. ما انت لما تخش العلو بتاعه العلو بتاعه وكمان اللسق بتاعه. هتخش كده شارع الصوفيه ده. ده الشارع ده اللي فيه موجود انت قلت لي الامير الامير. ممكن تجيبه لنا كده؟ انت اسمك كريم ايه؟ عم احمد اللي بيصورنا اهو. ده هنا اللي فيه قصر الامير طاز برضه هنبقى نصوره في يوم من الايام. قصر الامير طاز. قصر برضه بيتعمل فيه دلوقتي حاليا الوقت الراهن ده ويعملوا ندوات وحفلات دينيه وثقافيه حاجه يعني. انا اتشرفت بيك جدا والله وعلى المعلومات اللي انت قلتها لنا. الله يكرمك. وان شاء الله كده اشوفك انت في احسن حال. والمنطقه جميله جدا. الواحد يتشرف ان هو ينزل منطقه زي دي ويشوف اثار بلدنا الجميله. واحنا بنقدر الناس اللي بتزر بلدنا. يا رب ربنا يكرمك. بتزر حاجه حلوه لبلدنا. احنا بلدنا حاجه حلوه. بلدنا جميله. بلدنا جميله وفيها حاجات رائعه. وزي ما انتم شايفين الحاج بيتكلم عن المنطقه مليانه بالاثار. ومليانه بحاجات كبيره جدا. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.